إذا نزل سؤال آخر، وهذا مقتطف من مباراة الإنسان 2016. On suppose que AN est différent de 1 pour tout N et que la limite quand N tend vers plus l'infini de AN est égale à 1. L'entier strictement positif K étant donné, calculé Q1 égale à la limite quand N tend vers plus l'infini AN plus AN au carré plus AN puissance 3 plus jusqu'à AN puissance K moins K. Sur le tout, sur an moins 1. إذا هنا باش يمكن لنا نبسطوا هذا التمرين هذا شنو ممكن نديرو؟ أول حاجة عندنا اون سويت ان كي طون فيغ 1، يعني هنا خاصنا اون سويت اللي لا ليميت ديالها تكون كتساوي 1. تاني حاجة خاصنا ان اونتي بوزيتيف كا، عدد صحيح طبيعي موجب قطعا كا. ثم نعوضوهم في هذه لا ليميت هذه ونحسبوا. لكن هنا ماشي ضروري اننا ناخذ اون سويت ان كي طون فيغ ان، ممكن نخليوها ان بهذاك الشكل واللي نتحكموا فيه هو هذاك العدد كا. انا كنظن بلي داك العدد كا هو اللي يدير لنا المشكل، حيت هذيك لا سوم اللي طويله اللي مطول هذيك لا سوم هو هذاك. دونك عندنا ان زيد ان او كاري حتى ان بويسونس كا. مثلا الا كان كا كيساوي 4، إذا كان كا كيساوي 4 مثلا، غتكون ان زائد ان او كاري زائد ان بويسونس 3 زائد ان بويسونس 4 موان 4. كان ان كيساوي 2 مثلا، غتكون ان زائد ان او كاري موان 2. كان كا كيساوي 3، غتكون ان زائد ان او كاري زائد ان بويسونس 3 موان 3. هنا ردوا معايا الباب، واخا انا كاتبين لكم ان زائد ان او كاري زائد ان بويسونس 3، ما كاينينش باللي كا ما يمكنش يساوي 3 غير حيت ان بويسونس كا جات قدام ان بويسونس 3. لا، نورمالمون فاش كنكتبو هاد لا سوم هادي سيغما دو اي ايغالا ان جوسكا كا دو ان بويسونس اي، هادي شنو كتساوي؟ كنعوضو اي بواحد غتعطيني ان، زائد كنعوضو اي بجوج تعطيني ان او كاري، كنعوضو اي بثلاثة تعطيني ان بويسونس 3 بلس، كنديرو انقطاط جوسكا ان بويسونس ك. هاد ك جات قدام من ان بويسونس 3 وقدام ان او كاري، كاينش باللي ك ميمكنش يساوي 3 اولا ك ميمكنش يساوي 2، ممكن يساوي ك 3 وممكن يساوي 2. الى عودنا جينا لهاد لا سوم هادي اي اون رومبلاس، سي اون رومبلاس ك بار 1 باغ اكزومبل، شنو غتولي هاد لا سوم؟ غتولي سيغما من واحد لواحد، يعني غادي نعاودو تو سامبلومون اي بواحد تبقى ان. الا كانت مثلا كا كيساوي جوج مثلا، سي كا تيكالا دو، لا سوم تبدا من واحد، يعني نعوض ان نعوض اي بواحد تعطيني ان، ندير بلوس نعوض اي بجوج ان او كاري، صافي كنوقف لانه ساليت لا سوم. هنايا دائما هذا اللي الفوق كيكون هو لانديس الاخر، لان خاصنا نعرفو بلي هاد لا سوم هادي راه هي هادي، هي سيغما دو اي ايكال ان جوسكا كا دو ان بويسونس اي. كون ان ان بويسونس كا قدام ان او كاري، ما كاينينش باللي كا ما يمكنش يساوي جوج. كيديروها بهذا الشكل غير باش يبسطوها، لكن الكتابه اللي صحيحه هي هاد لا سوم هادي. الو فهمنا دوك هذيك لا سوم شنو كتعني وهذوك النقيطات شنو المعنى ديالهم. دابا شنو غادي نديرو؟ الفكره ديال هذا السؤال باش يمكن لنا نبسطو التمرين، غادي ناخدو بور كا ايكال 1، بور كا ايكال 2، بور كا ايكال 3، و اشاك فوا نبقاو نحسبو لا ليميت و نشوفو شنو غتعطيني. دابا نفترضو بلي مثلا الا خدينا كا ايكال 1 لقينا لا ليميت هي 1، خدينا كا ايكال 2 لقينا لا ليميت هي 1، خديت كا ايكال 3 لقينا لا ليميت هي 1، شنو غادي نستنتجو من هنايا؟ غادي نستنتجو بلي كيف ما كان كا لا ليميت غتكون هي 1، وبالتالي انا فاش خديت كا كيساوي 1 اولا 2 اولا 3، فانا بسطت هاد النهايه هادي، بسطنا النهايه خدينا كا ايكال 2 ماشي حسبنا هاد لا سوم هادي، لانه هاد لا سوم كتبان شويه معقده. دونك خدينا كا ايكال 2 ولا كا ايكال 3 باش نبسطو التمرين ونحصلو على النهايه في الاخر، لانه ماشي مهمه لا ريداكسيون.
ولكن اتونسيون هنايا، امتى انا حكمت على النهايه انها كتساوي واحد؟ الى بور كاي قالا 1 بور كاي قالا 2 بور كاي قالا 3 بور كاي قالا 4 النهايه كتبقى ثابته. اذا غنستنتج باللي النهايه ما عندهاش علاقه بك، ولكن الى كانت النهايه بور كاي قالا 1 ما كتساويش النهايه بور كاي قالا 2 ما كتساويش النهايه بور كاي قالا 3، مثلا هنا خرجت لي 1، هنا خرجت لي 2، هنا خرجت لي 3 مثلا، غادي نستنتج باللي كا او لا ال اللي هي لا ليميت سموها هنا كي 1 عندها علاقه بك، ديبون دو كا، النهايه تتعلق بك. يعني بصفه عامه هاد لا ليميت هادي غادي يكون فيها كا، مثلا كا في كا بلس 1 ولا كا او كاري سور 2 ولا، يعني النهايه عندها علاقه بك. يعني كل ما بدلت كا كل ما تبدلت النهايه. هنا خاصني نرد البال في هاد القضيه. ولا تمرين اخر، نفترضوا مثلا، نفترضوا باللي بور كا ايكال 1 النهايه هي 1، بور كا ايكال 2 النهايه هي 2، بور كا ايكال 3 النهايه هي 3، شنو غنستنتج هنايا؟ لاحظوا معايا، كا ايكال 1 لا ليميت هي ايكال 1، كا ايكال 2 لا ليميت هي ايكال 2، كا ايكال 3 لا ليميت هي ايكال 3، فغنستنتج باللي هنا النهايه كي 1 كتساوي كا. دونك لاحظوا باللي النهايه هنا ديبون دو كا. الى خدينا كاي قال 4 شحال تكون النهايه؟ غتكون هي 4. كاي قال 5 النهايه هي 5. دونك هذا مثال، حنا مازال ما حسبناش هاد النهايه باش نعرفوا واش غنطيحوا في الحاله الاولى ولا في الحاله الثانيه. غير بغيتكم تردوا البال في هاد القضيه هادي. ما عندنا واحد المتغير هنايا وحنا ما عارفينش واش النهايه كتعلق بهذاك المتغير او لا. لو كان عندنا كيو سي ام غتكون القضيه سهله شويه، تكون سهلة. يعني لو كان كيو سي ام تكون القضية سهلة. علاش؟ افترضوا هنا باللي عندنا اقتراحات، انا غادي نعطي هنا مثال ديال الاقتراحات. الاقتراح الاول فيه 1، الاقتراح الثاني فيه 0، الاقتراح الثالث فيه ك في ك بلس 1 سور 2، الاقتراح رقم 4 فيه ك في ك موان 1 سور 2، الاقتراح رقم 5 فيه ك او كاري سور 2. هنا التمرين ولا ساهل. علاش؟ حيت غادي ناخذ قيمه لي كا في التمرين ونحسب النهايه ونقارنها مع القيم اللي عندي هنايا. بمعنى خدينا مثلا كا ايكال 2، غادي نمشي نحسب هاد لا ليميت، هادي ليميت ان طون فيغ لانفيني ا ان بلوس، فين غادي نوقف؟ ا ان او كاري، لانه هنا عندي ا ان، ما غاديش نكتب ا ان زيد ا ان او كاري زيد ا ان بويسونس 3 بلوس دي بوان ونعوض هنا كا بجوج. اللي كتبت هنا ا ان او كاري شنو معناها؟ شنو معنى هاد النقيطات هادو؟ معناها خاصني نوقف ا ان بويسونس كا. يعني الا خديت كا ايكال 2 كتقول لي هاد لا سوم خاصني نوقف في كا ايكال 2، خاصني نوقف ا ان او كاري. لكن ا ان او كاري امتى كنوصل ليها؟ كنوصل ليها هنا. اذا خاصني نوقف ا ان بلس ا ان او كاري باش نهني راسي من هادشي. هادي كنكتبها على شكل سيغما. المهم على حسب الحاجة اللي كتبان لك يعني واضحة غادي نخدم بها. موان كا خدينا كا ايكال 2، دونك موان 2 سور ان موان زا، وغادي نمشي نحسب هاد النهاية هادي. نفترض أن هاد النهاية عطاتني 2 مثلا، هاد النهاية عطاتني 2، شنو غادي نمشي ندير دابا؟ غادي نمشي للاقتراحات ونعوض كا بجوج في الاقتراحات كاملين. عندي هنا 1، كيفاش غنعوض كا بجوج؟ راه النهاية خرجت لي 2 هنا في الاقتراحات 1، إذا ما يمكنش. النهاية 2 وهنا عندي 0 دونك ما يمكنش. عندي هنا كا في كا بلوس 1 سور 2، أنا خديت كا إيكال 2، نعوض هنا بجوج، 2 في 2 زايد 1 يعني في 3 على 2 عطاتني 3. نعوض حتى هنايا، 2 في 2 ناقص 1 على 2 عطاتني 1. نعوض هنايا، جوج او كاري هي 4، 4 على 2 هي 2، دونك الاقتراح الصحيح غادي يكون هو كا او كاري سور 2. متفقين؟ الوغ تفاهمنا على هاد الحالة هادي. إلا كان كيو سي ام يعني كيكون التمرين ساهل، لكن في الانصاب هاد المرات ما كيكونش كيو سي ام، يعني كيكونوا أسئلة بهاد الشكل كيطلب مني الجواب، خاصني نرد البال هنايا. ما ننساش في لو كونكور دانصاب عندي الوقت، الامتحان فيه ساعتين إذا ممكن نعطي هاد التمرين هذا شوية ديال الوقت.
10 ديال الدقائق ديالو ماشي مشكل الا لقينا الجواب في الاخر. اصلا في هاد لي كونكور يعني الا كان صعيب واخا تجاوب غير على 5 الاسئله 6 فكدوز في ليست برينسيبال كيف ما كنعرفوا في لي كونكور الصعاب ما كيجاوبوش بزاف على الاسئله يعني هاد المره تفضل تجيب غير 3 أو 4 ودوز على عكس في لي كونكور لي ساهلين ولا كيكونوا فيهم الاسئله في المتناول فخاصك تجاوب على اكبر عدد ممكن من الاسئله. الوغ ناخذ دابا ك ايغرا لا ليميت ال كتساوي لا ليميت الى عودنا ك بواحد تبقى عندي ان هاد لا سوم كامله تبقى فيها ان موان زان سو ان موان زان تساوي واحد. ناخذ دابا ك ايغرا دو في هاد الحاله ال كتساوي لا ليميت ان طون فيغ بلوس لانفيني an plus an au carré moins 2 sur an moins 1. Je sais. Qui va je vais faire la limite. Il a où dans le fond 1 زائد 1 ناقص 2 c'est 0. 0 sur 0. Forme indéterminée. شكل غير محدد. لكن هاد النهاية هادي غتفكرني بواحد النوع ديال النهايات اللي كنا كنحسبوها اللي هو هادي la limite. Maintenant, x tend vers 1, x plus x au carré moins 2 sur x moins 1. Je ne peux pas dire. Et là, on a 0 et 0. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Le fond x moins 1 ou qu'on a le fond. Et on a le delta le fond. Le fond de le fond. Le fond ثم غنعملو x موان زان فوا كيلكو شوز غنختازلو نعوضو. هادي هي الفكرة اللي غادي نديرو هنايا. هنا عندنا ان طون فيغ بلوس لانفيني ولكن هنا عندي ان و ان طون فيغ ان دونك راه لا ميم شوز بحالا ممكن نعوضو هاد ان طون فيغ بلوس لانفيني ب ان طون فيغ ان وناخدو x هي ان. متهمش هاد المعطيات هادو المهم هي الطريقة الطريقة هنا هي التعميل. الوغ كيفاش نعملو هاد ان بلس ان او كاري موان دو هنا بلا دلتا يكفي نديرو لا ديفيزيون اوكليديان القسمة الاوكليدية ان او كاري بلس ان موان دو نقسموها على ان موان زان الوغ تبقى عندي ان دونك هنا ان او كاري بلس ان الوغ تبقى جوج فوا ان موان دو بلس دو ناقص جوج ان بلس دو زيرو دونك غتبقى عندي لا ليميت ان طون فيغ بلوس لانفيني ان موان زان فوا ان بلوس دو اختازلو بان موان زان تبقى عندي ان بلوس دو نعوضو تبقى عندي واحد زائد جوج لانو لا ليميت ديال ان هي واحد تبقى عندي واحد زائد جوج. هنا كاين طريقة سهلة باش نحسبو هاد النهاية هادي بلا ما نضيعو فيها الوقت ديال لا ديفيزيون اوكليديان. قلنا بلي هاد النهاية هادي هي نفسها لا ليميت كون اكس طون فيغ ان x au carré plus x moins 2 sur x moins 1 يعني فحال غادي نعاودو ان بx وراه x طون فيغ ان يعني ان طون فيغ ان اللي راه عندنا في المعطيات لا ليميت ديال ان كتساوي واحد. كيفاش غنحسبو هاد لا ليميت بلا ديفيزيون اوكليديان بلا ما نديرو لا ديفيزيون اوكليديان تو سامبلومون اون يوتيليزون لا ريغل دو لوبيتال. يعني شنو هي لا ريغل دو لوبيتال؟ غادي نديريفيو الباسط ونديريفيو المقام. يعني هادي راه هي لا ليميت كون اكس طون فيغ ان لا ديريفي ديال البسط ان دو اكس بلوس ان سور ان نعاودو اكس بواحد غادي تبقى عندنا ان بلوس دو ممكن هنايا نديرو كتساوي 3. الوغ دابا ندوزو بور كا ايكال 3 في هاد الحالة ال هي لا ليميت ان طون فيغ بلوس لانفيني ان بويسونس 3 بلوس ان او كاري بلوس ان moins 2, moins 3, et tu dis que k égale à 3 d'abord. Donc moins 3 sur an moins 1. Nous allons nous faire un peu de l'hôpital, parce que je vais vous faire la division euclidienne. Et nous allons nous dire que nous allons faire la limite quand x tend vers 1, x à la puissance 3 plus x au carré plus x moins 3 sur x moins 1. الوغ نديرو لا ديريفي ديال المقام هي واحد عندنا الفوق 3 اكس او كاري
زائد جوج إكس زائد واحد، نعوضو تبقى عندنا واحد زائد جوج زائد ثلاثة. ممكن نحسبوها، هي ثلاثة زائد جوج خمسة، دونك كتساوي ستة. ممكن نزيدو بو كاي كالاك، ماشي مشكل. لاحظوا بلي الحساب للنهاية ساهل، دونك ماشي مشكل نزيدو كاي كالاك كاتر و كاي كالاك سانك. المهم في الاخر اننا غادي نتأكدو من النهاية. الوغ ان على لا بويسونس كاتر بلوس ان على لا بويسونس تخوا بلوس ان او كاري بلوس ان موان كاتر سور ان موان زان. بنفس الطريقة سي لا ليميت كون اكس تون فيغ ان x puissance 4 x puissance 4 plus x à la puissance 3 plus x au carré plus x moins 4 sur x moins 1 égale à la limite quand x tend vers 1. Alors la dérivée est en 4 x à la puissance 3 plus 3 fois x au carré plus juge x plus 1. Tout le monde a eu x fois 1, on a 4 زائد 3 زائد juge زائد 1. غادي ندير واحد الملخص بسيط ديال النتائج اللي حصلنا عليهم. بور كا ايغال 1 لا ليميت عطاتنا 1، بور كا ايغال 2 لا ليميت عطاتنا 1 زائد 2، بور كا ايغال 3 لا ليميت عطاتنا 1 زائد 2 زائد 3، بور كا ايغال 4 لا ليميت عطاتنا 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4. اذن الا طلبت منكم دابا بور كا ايغال 5 شنو هي النتيجه؟ غير بالملاحظه غادي تكون 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5. بور كا ايغال 7 ولا 6 تكون عندنا 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 زائد 6. دونك بصفة عامة بور اون فالور دو كا، بور اون فالور دو كا بصفة عامة شنو غتكون النهاية؟ تو سامبلومون غتكون 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 جوسكا كا، يلا الصوم من واحد حتى لك. بور كا ايغال 1 وقفنا في 1، بور كا ايغال 2 وقفنا في 2، بور كا ايغال 3 وقفنا في 3، بور كا ايغال 4 وقفنا في 4، بور كا ايغال 5 في 5، اي بور كا ايغال 6 في 6. الا حسبنا مثلا بور كا ايغال 7 غتكون لا ليميت هي 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 زائد 6 زائد 7. اذا بصفه عامه لا ليميت هي 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 جوسكا كا. ممكن نكتبوها لهم بحال هكا في الجواب او لا، هاد لا سوم راه حافظينها هي كا في كا زائد واحد على جوج. فلا سوم دي زونتي كونسيكوتيف يعني مجموع اعداد متتاليه، مجموع اعداد صحيحه طبيعيه المتتاليه خاصنا نكونوا حافظينها. اضافه المجموع المربعات الاعداد المتتاليه يعني واحد او كاري زائد جوج او كاري زائد ثلاثه او كاري جوسكا ان او كاري، كذلك 1 على بويسونس 3 زائد 2 على بويسونس 3 زائد 3 على بويسونس 3 جوسكا ان على بويسونس 3، حتى هي خاصنا نكونو حافظينها. دونك لو كان عندي اقتراحات ما كناش غنديرو هذا المجهود هذا، يعني كنا غنحسبو بور كا ايغال 1 بور كا ايغال 2، كانت غير بور كا ايغال 1 يعني تعطيني الجواب. الا لقيت بلي بور كا ايغال 1 جوج الاجوبه متشابهين فغادي ندوز بور كا ايغال 2، لكن في لو كونكور دانسام كيكون مطلوب مني الجواب. فهنا تزاتنا الخطوه الاخيره هي ان نتعرفوا على شنو كتساوي لا ليميت اون جينيرال بور اون فالور كيلكونك دو كا. دونك هنا الجواب هو كا فوا كا بلس 1 سور 2، حتى الجواب اللي هو 1 زائد 2 زائد حتى الكا غادي يكون جواب مقبول. نشوفوا الطريقه الثانيه باش نجاوبوا على هذا السؤال، يعني الا بغينا نجاوبوا على السؤال كما ينبغي بالطريقه اللي صحيحه 100%. اوكي اون تساوي لا ليميت ان طون فيغ بلوس لانفيني او ان بلوس او ان او كاري بلوس جوسك او ان بويسونس كا موان كا سور او ان موان زان. باش منبقاوش اشاك فوا نكتبو او ان او ان، هادي راه كتساوي لا ليميت كون اكس طون فيغ ان اكس بلوس اكس او كاري بلوس jusqu'à x puissance k x puissance k moins k sur x moins 1. كيف ما درنا في الاول، يعني on pose a n égale x. alors lorsque n tend vers plus l'infini x tend vers 1 c'est la même chose. alors tout simplement l'astuce هنايا
هي اننا ناخذ هذا موان كا ونفرقوها الموان زان موان زان موان زان موان زان كفوة، وكل موان زان غادي نجيب واحد اكس، يعني تبقى اكس موان زان بلس اكس كاري موان زان بلس اكس بويسونس 3 موان زان بلس 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 جوسكا اكس بويسونس كا موان زان، يعني تبقى عندي لا ليميت كون اكس تون فيغ 1 اكس موان زان بلس اكس او كاري موان زان plus x puissance 3 moins 1 plus jusqu'à x puissance k moins 1. Le tout sur x moins 1 une fois le maqam غادي تبقى بهذا الشكل هذا. علاش فرقت المقام هنايا؟ لانه في chaque terme من هادو اللي عندي دائما كاينه simplification par x moins 1، كاين واحد الاختزال ب x moins 1 في الاولى، هذه باينه في الثانيه x او كاري moins 1 يمكن لي نعملها ب x moins 1 et x moins 1 fois x plus 1 x puissance 3 moins 1 c'est la même chose, c'est x moins 1 fois x au carré plus x plus 1 et x puissance 4 moins 1 il y a x puissance 4 moins 1 x puissance 5 moins 1 et bien je vais vous dire qu'il y a une simplification tout simplement ce sont des polynômes de la hudoudia. Alors quand j'ai la hudoudia et que j'ai x ou la qaïma ou que j'ai 0 c'est que la hudoudia c'est que x moins la valeur que j'ai en fait كيتسمى الجذر ديال الحدودية لا غاسين دم بولينوم. الوغ شنو غادي ندير دابا باش يمكن ليا ندير هاد التعميل هذا؟ غادي نستعمل هاد ليدونتيتي، هادي هاد ليدونتيتي روماركابل جينيراليزي اللي هي ا بويسونس ان موان بي بويسونس ان. غادي نحاول نتفادى ان هنايا لانه لو خدمنا بلا فورمول الاولى كل ما عوضناش هاد اكس هذا كون خلينا ان غادي نتلف ما بين هاد ان اللي عندي في لو تيرم جينيرال ان وهاد ان اللي عندي هنايا، لذلك من الافضل نتفادى، غادي نتفادى ان فهاد ا بويسونس ان مو بي بويسونس ان وغنتفادى ك حيت غالبا لي صوم تنديرو لانديس بك. دابا غندير لانديس بي، غنكتب سيغما دو اي ايكالا ما نديرش ك، الا درت ك يعني عندي درجة ك في التمرين فغادي تخلطو عليا الامور وبالتالي غادي نغلط في السؤال، لذلك من الافضل نكتبها بهذا الشكل هذا A puissance M moins B puissance M. Achno katsawi hadi. C'est sigma. Appelle A moins B. Fois sigma. De I égale à 0. Jusqu'à M moins 1. De A puissance I. Fois B puissance M moins 1 moins I. Donc hadi hi la formule. L'identité remarquable. اللي غادي نستعملو في هاد التمرين. علاش غنستعملو هادي؟ x او كاري موانزا راه هي x او كاري موانزا او كاري، x بويسونس 3 موانزا سي x بويسونس 3 موانزا على بويسونس 3، x على بويسونس كا موانزا سي x بويسونس كا موانزا بويسونس كا، متافقين دابا؟ الوغ تبقى عندي لا ليميت كون x تون فيغ 1، الوغ هاد x موانزا سيغ x موانزا هي واحد بلوس x au carré moins 1. هاد بالنسبة لهاد او كاري وديال بويسونس 3 هادو ديجا حافظينهم، هاد لي زيدونتيتي ريماركابل ديجا حافظينهم، بقى لينا مشكلة في x بويسونس 4 والقدام. الوغ x او كاري موانز 1 او كاري غتبقى ليها x بلوس 1، x بويسونس 3 موانز 1 غتبقى ليا x او كاري بلوس x بلوس 1، x بويسونس 4 شنو غيبقى فيها؟ x بويسونس 4 نكتبوها على شكل سيغما ولا نفرقوها اللي بغينا، نكتبوها على شكل سيغما ولا من الاحسن وقيلا نفرقوها، انا بالنسبه ليا لا ميم شوز، كل واحد يشوف شنو واش كيبغي انه يفرق سيغما يعني يدير النقيطات او يكتب الصوم سيغما كي اللي مولف هاد لو سيمبول. بالنسبه لي سيونس مات ما عندهمش مشكل سيغما دو كا ايكالا دو اي ايكالا، لكن بالنسبه للناس اللي كانوا بي سي ولا تكنيك ف ما متعملوش بزاف مع هاد الصوم هادي، من الافضل نفرقو بهاد الشكل. كيفاش غنفرقو؟ هنا نورمالمون عندي x بويسونس 4 موانز 1 سور x بويسونس ولا x موانز 1، دونك اللي كيلعب الدور ديال x هو a اللي كيلعب الدور ديال b هو واحد، نفرقو هنايا الوغ غتبقى عندي a موان b اللي هي x موانز 1، x موانز 1 غتمشي مع هاد x موانز 1 اللي عندي في المقام، اذا انا غنكتب غير الصوم هنايا، هاد الصوم شنو هي؟ هي سيغما دو اي ايكال 0
jusqu'à m moins 1. Je n'ai m, c'est 4. 4 moins 1, c'est 3. A puissance i, je n'ai a, c'est x. Ou b, je n'ai a, ou 1. 1 ou c'est a, j'ai a, donc m moins 1, moins i, m'en dit, m'en dit, b'en dit, b'en dit, b'en dit, sigma de i égale à 0 jusqu'à 3 de x puissance i. Tout simplement, on a fait la somme d'i. On a eu de i 0, on dit plus, on a eu de i 1, on dit plus, on a eu de i 2, on a eu de i 2, on a eu de i 3. Là où on a i 0, t'as tenu 1. X puissance 0, c'est 1. Plus x au carré. Plus x puissance 3. Radin dit plus. D'abord, radin zidou. Les termes, les radin qu'on a eu de x puissance 5 moins 1. Je n'ai pas de quoi. On a eu de la même chose. On a eu la somme. من اي قال 0 حتى 4 هذه المره. الحاجه الوحيده اللي غتبدل هي هذيك ام موان زان تولي 4 بيسكو 5 موان زان هي 4 واكس راه كي ا كيبقى هو اكس اللي كيتبدل هو داك الاس. اذا شنو غيولي هنا؟ غيولي 1 زائد اكس زائد اكس او كاري زائد اكس بويسونس 3 زائد اكس بويسونس 4. اللي من بعدها شنو غادي يولي؟ غيولي 1 بلس اكس بلس اكس او كاري بلس اكس بويسونس 3 بلس اكس بويسونس 4 بلس اكس puissance 5. Alors, بالنسبة للخرانية آخر واحدة غتبقى ليا نمشي دابا لهاد الاخرى هي x puissance كام موانزا لانه انا ما غاديش نتبعهم كاملين انا ما عرفش هاد كا لانه كانه تي ناتورال ما غاديش نمشي انا 5 6 7 8 ونبقى غادي صافي كنجي ملي كنفهم العلاقة كنوقف كندير هاد لي بوين هادو وكنمشي لاخر حاجة. في اخر حاجة شنو غيبقى؟ غادي يبقى يعني الا فهمنا العلاقه راه باين يعني غتبقى 1 زائد اكس زائد اكس او كاري حتى الاكس بويسونس ك اكس بويسونس كام وانزا كام وانزا. نلاحظوا انه مثلا من اكس بويسونس 3 موانزا بقى لي غير 1 حتى الاكس او كاري. اكس بويسونس 4 موانزا بقى لي غير 1 حتى الاكس بويسونس 3. دائما كيكون عندي قل من هذاك الاس. عندي الاس 4 فكنوقف اكس اس 3. عندي الاس 5 كنوقف اكس اس 4. عندي اكس و 6 كنوقف اكس اس 5. دونك بور اكس ايغال ولا بور ان ايغال ك فغادي نوقف في اكس بويسونس ك موان 1. لكن انا غير مضطر انا نفهم هاد العلاقه غنستعمل هاد لا فورمولا هادي. شنو يبقى ليا؟ سيغما دو اي ايغال 0 ام موان 1 سي ك موان 1 اكس بويسونس اي. اي هادي لا فرقتها شنو هي؟ هي اكس puissance 0 c'est 1 plus x plus jusqu'à x puissance k moins 1. Là, il me semble l'identité. D'abord, le taouïd. Il y a un artisan qui est le mohim. D'abord, il y a un taouïd. 1 plus. Et non. Now do x pour 1. T'en y juge. Plus. N'jibou le nom. Now do x pour 1. 1 زائد 1 زائد 1. 3. Et non. 4. من بعد 5 من بعد تعطيني هذه 6 بلس اخر وحده شنو تعطيني؟ 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 شحال من مره؟ هذا اكس هذا واحد راه هي اكس بويسونس 0 وهنا اكس بويسونس كام موان 1. لو كنديروا هذه القضيه باش نعرفوا عدد الحدود حيت 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 شحال كتساوي؟ خاصني نعرف عدد الحدود. 1 زائد 1 زائد 1 ثلاثه المرات هي 3. علاش؟ حيت عدد الحدود هو 3. 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 4 المرات هي 4 لانه عدد الحدود هو 4. فهنايا من 0 حتى الكام وانزا اذا عدد الحدود شنو هو؟ الحد الاخير ناقص الحد الاول زائد 1 m موان بي بلس 1 لو ديرني تيرم موان لو برومي تيرم بلس 1 اللي هو هنا ك. اذا شنو غيبقى ليا في الاخر؟ بلس ك. دونك 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 زائد 6 حتى الكا. ممكن نكتبو عليهم بهاد الطريقة هادي أولا نكتبو ليهم كا في كا بلس 1 سيغ 2. لكن بلاتي هاد السؤال هذا ممكن أننا نجاوبو عليه في 30 ثانية في سطر واحد. ماشي ضروري نحتاجو هاد لي صوم وحتى يعني الطريقة اللي استعملنا في الأول. فهاد الطريقة اللي غادي نوريكم دابا غتعطيني الجواب أسرع من الطريقة اللي استعملنا في الأول. الحاجة الوحيدة اللي كان خصنا نلاحظو هي أننا نحولو هاد لا ليميت هادي لهاد لا ليميت كون إكس طون فيغ أن إكس بلس إكس أو كاري جوسكا إكس بويسونس كا موان كا سيغ إكس موان 1. إلا درنا هاد القضية غادي نستعملو تو سامبلومون لا غيغل
de l'hôpital et c'est fini. Alors, elle dit qu'elle sait où est la limite quand x tend vers 1. La dérivée de x moins 1, c'est 1. La dérivée de x, la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de 3x, ou de x à la puissance 3, c'est 3x au carré. La dérivée de x puissance 4, c'est 4 fois x puissance 3 plus. Jusqu'à la dérivée de x puissance 5, c'est k fois x puissance k moins. La dérivée de moins k, c'est 0. Ça fait d'abord on remplace. Now de boit. Rendi wahed. Zaid juge. Zaid leza. Zaid rba. Zaid jusqu'à k. Likat savi k fois k plus 1 sur 2. إذن هذا السؤال اللي ممكن أننا نجاوب عليه في مبا 30 ثانية وفي جوج ولا ثلاثة ديال السطورة إلا لاحظنا هذه الملاحظة المهمة جدا باش يمكن لنا نحولوا لو بروبليم ديالنا للنهاية الدالة العددية اللي كيمكن لنا نستعملوا فيها لا ريغل دو لوبيتال. ألو حنا كنعطيو عدة طرق باش نجاوبوا على السؤال لكن هذه الطريقة هذه هي أسرع طريقة ممكنة. تلاحظوا باللي في هذه الحالة إلا خدينا قيمة معينة لك ما غتسهلش عليا الأمور. شفتوا انه الا خدينا كايغالا 1 كايغالا 2 كايغالا 3 كيتزادوني مهمات اخرى. لاحظوا انه هنا الا خلينا لو بروبليم كما هو غادي نقدروا نجاوبوا على السؤال بهذه الطريقه هذه يعني في اسرع مده زمنيه ممكنه. غادي نشوفوا ملاحظه مهمه باش نختموا هذه الحصه. غادي نفترضوا باللي غادي ناخذ ان اون سويت une suite réelle متتالية حقيقية حيث UN تحقق واحد الشرط. هاد الشرط غنسميه مثلا P UN vérifie la condition P مثلا واحد الشرط معين. هاد الشرط مثلا يكون هو مثلا في التمرين الاول ليميت N tend vers plus l'infini UN plus 1 moins UN égale à 2. هذا مثلا شرط تحققه المتتالية UN. ثم السؤال كيطلب مني لا ليميت كون ان طون فيغ بلوس لانفيني دو يو ان فوا ان مثلا ان فوا يو ان. ثم عندي مجموعة من الاقتراحات. الاقتراح الاول هو اقبل مثلا اون نوت ال هي لا ليميت دو يو ان كون ان طون فيغ بلوس لانفيني بطبيعة الحال. ثم في الاقتراحات عندي بالنسبة لا ليميت دو ان فوا ان عندي ال سور 2 ال موانز 1 ال او كاري. ثم اخر اقتراح ناخدو زيرو مثلا رد ما يلبل هنايا. كيف ما خدمنا في السؤال الاول خدينا مثال اللي متتالية يو ان تحقق الشرط بي. افترضوا باللي خدينا واحد المتتالية يو ان لي لا ليميت ديالها حسبنا لا ليميت ديالها لقيناها هي زيرو. ثم باستعمال نفس المتتاليه حسبنا لا ليميت ديال يو ان فوا ان ولقيناها هي زيرو. نمشيو دابا نتحققوا من الاقتراحات. الوغ قلنا باللي لا ليميت دو ان فوا يو ان هي زيرو ولا ليميت دو يو ان هي زيرو. دونك الاقتراح الاول يحقق دونك هذه هي ال وزيرو يقال ال. الاقتراح الثاني 0 ولا 2 هي 0 دونك حتى هو كيحقق. الاقتراح رقم 3 0 موانز 1 ما تيحققش. الاقتراح رقم 4 ال او كاري 0 او كاري حتى هو كيحقق. ثم الاقتراح الاخير حتى هو كيحقق. اذا كيفاش غنتصرف في هذه الحاله؟ خاصني نمشي نقلب على متتاليه اخرى يو ان تحقق نفس الشرط بي ثم نعاود نتحقق من الاقتراحات. هذه القضيه هذه ما كانش عندي في السؤال الاول لانه السؤال الاول الاقتراحات اللي كانوا عندي هما 0 بلوس لانفيني مو لانفيني واحد وجوج. انطلاقا من الاقتراحات تلاحظوا ان النهايه ديال يو ان على ان نو ديبون با دو لا ليميت دو يو ان. يعني كيف ما كانت المتتاليه يو ان فالنهايه غتكون سوا بلوس لانفيني مو لانفيني واحد ولا زيرو ولا جوج. اذا يكفي انني ناخذ متتاليه وحده يو ان ثم نمشي نحسب النهايه. النتيجه اللي خرجت لي راه هي النهايه. هذا في لو كونكوردانس يعني كانوا اقتراحات بهذا الشكل. دابا كنهضر على السؤال الاول. دونك تلاحظوا باللي في ان كيو سي ام كتكون الامور سهله وبسيطه. واخا ناخذ مثال فما كنكونش درت واحد المخاطره.
نمشيو دابا نشوفو في لو كونكور دانسام اللي ما كيكونوش عندي لي شوا، الا ما كانش كيو سي ام يعني مطلوب مني النتيجه. كنا درنا هاد القضيه فاش كانت عندنا يو ان اون سويت كونفيرجونت تيل كو يو ان اي كومبري اونتر ان دومي اي. شنو كنا درنا في الطريقه الاولى؟ خدينا مثال لي متتالي يو ان تحقق هاد الشرط هذا اللي هو الشرط. خدينا المتتالي عفوا يو ان قالا ما قلتش 3 على 4 يمكن. ثم مشينا حسبنا النهايه ولقيناها هي 1. هنا حيت ما عنديش لي شوا فانا درت واحد النوع من المخاطره، افترضت مسبقا انه النهايه ديال هذيك اكس ان ما عندهاش علاقه بالنهايه ديال يو ان، وغالبا او دائما حسب المباريات اللي فاتوا فيعني انا غادي نفترض باللي النهايه ديال اكس ان ما عندهاش علاقه بالنهايه ديال يو ان، وبالتالي ناخذ يو ان كيف ما بغيت. لانه حتى كون كانت النهايه ديال يو ان ديال اكس ان كتعلق بالنهايه ديال يو ان فكانوا في لينونسي غادي يقولوا لي اون نوت باغ اكزومبل الفا لا ليميت دو يو ان. وبالتالي هنا ملي غادي نشوف انا الفا غنعرف باللي الفا عنده علاقه بالنهايه ديال اكس ان، اذا نورمالمون هاد الفا خاصو يبان في لا ريبونس، حيث ما جاتش انهم ما يذكروش لي مثلا الفا باللي هي لا ليميت ديال يو ان. ثم انا نمشي نكتب لهم في لا ريبونس مثلا نكون خرجت لي ال كتساوي هي الفا موان زا، يعني هنا راه كتعلق النهايه بلا ليميت دو يو ان. في هذه الحاله ما يمكنش انا في لا ريبونس نكتب لهم لا ليميت كتساوي الفا، الفا ما كايناش، فغنكتب لهم انا لا ليميت دو يو ان ان طون فيغ بلوس لانفيني موان زا. هذا يعني جواب مستبعد في بحال هاد لي كونكور، يعني ما كيوصلوش لهاد المستويات يعني. بالتالي فالافتراض ديال ان يو ان او لا ليميت دو اكس ان ما كتعلقش بلا ليميت دو يو ان فهو افتراض يعني في الغالب غادي يكون صحيح. وبالتالي هذه خطوه اللي ممكن انني نديرها في لو كونكور بلا ما نخاف. غير هو لو كان عندي ان كو سي ان فانا غادي نتشجع اكثر انني ناخذ مثال يعني ديال اون سويت يو ان اللي كتحقق هذا الشرط هذا. هادي ماشي فقط في لي سويت، هادي في لو كيو سي ام دائما، يعني كيكون عندي ان اوبجي اللي كيحقق واحد الشرط معين فانا كناخذ مثال ديال هذاك لوبجي وكنبني عليه التمرين وكنجاوب، يعني كتكون النتيجه في الاخر ما كتعلقش بهذاك لوبجي بالضبط. فهذه هي الفكره ديال هاد الملاحظه هادي. وهذه القضيه كانت في السؤال الاخير بحيث انه النهايه الاخيره كانت كتعلق بالعدد الصحيح الطبيعي ك، فانا ما نمشيش نحسب بوغ ك ايكال ا، غادي نحسب النهاية غتعطيني واحد وبالتالي نمشي نكتب ليهم ال ايكال ا. خصني نرد البال انه فاش غادي نختار ك ايكال ا دو النهاية غتعطيني 3، اذا خصني نفهم هنا انه النهاية كتعلق بالعدد ك، وبالتالي هنا يمكن ليا نكمل بو ك ايكال 3 بو ك ايكال 4 باش نحدد الصيغة العامة او نستعملوا الطرق الاخرى اللي شفنا. اذا هادشي اللي كان في هاد الحصة، نتلاقاو في حصة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله.